في موضوع آخر، تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية تفتيش المنجزة بداخل الشاحنة التي يسوقها عن حجز 17,715 قرصا طبي مخدر. وتأتي هذه العملية الأمنية، يقول المصدر نفسه، تأتي في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.